المدافع اللي تدخل ساول بازيلو لاعب لاس بالماس الاسباني بعد الكره الاخيره امامكم. والتدخل واضح، التدخل واضح على حمزه المثلوثي من المدافع يانيك بويلا. يانيك بويلا يدخل ضد المنتخب الغير الاستوائي. محمد علي بن رمضان يقدم، محمد علي بن رمضان، والهدف الاول للمنتخب الوطني التونسي. هدف اول للمنتخب الوطني التونسي من علامة الجزاء محمد علي بن رمضان. يغالة الحارس خيسوس لازارو واحد بلاش في توقيت 37 دقيقة لعب. محمد علي بن رمضان يسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي.